لحظة استاذ، بس خليني اخذهم الولد. مثل ما تلاحظون احنا في مرقد النبي يونس عليه السلام. مثل ما تلاحظون الدمار اللي سببه تنظيم داعش الارهابي، والحمد لله وشكر بعد دخول قوات جهاز مكافة ارهاب الى المرقد وتحريره من دنس تنظيم داعش الارهابي، والحمد لله وشكر. مثل ما تلاحظون الامان رجع للمنطقة والعوائل الموجودة ايضا. النبي يونس سلام الله عليه رمز من رموز الإسلام، وهذا الحفرة النبوية اللي تشوفها ورانا هذه من كافة أنحاء العالم، كانت من تروح لمكة، من تركيا، من أفغانستان، من باكستان، من كل العالم تجي زيارة لهذا الموقع، موقع سيدنا نبي يونس دخيله.